زواج الإعلامية أسماء إبراهيم. لن تصدق من هو زوجها رجل الأعمال الشهير. أسماء إبراهيم اتجوزت، والغريب بقى إنها مش راضية تعلن عن جوزها، والجمهور كله بيسأل مخبية جوزك عننا ليه يا أستاذة؟ وحالة الغموض اللي عملها لنا خلت فيه تساؤلات كتيرة جداً بتتوجه ليها، هو إيه الحكاية؟ أعلنت الإعلامية أسماء إبراهيم زواجها من رجل أعمال شهير، والزواج ده حصل من فترة قريبة، لكنه كان احتفال بسيط جداً بيجمع الأقارب والأصدقاء بس، يعني ما عملتش زي ناس كتير جداً راحت حجزت في فندق 5 نجوم وجابت كل مطربين الصف الأول في مصر. بعد ما أعلنت أسماء عن زواجها بدأ يتوجه ليها أسئلة كتير جداً من الجمهور، يا ترى هو مين جوز أسماء؟ وليه مخبية شخصيته؟ لكن للأسف رفضت أسماء إنها تكشف عن اسم جوزها، واكتفت بالتأكيد إنه رجل أعمال مشهور جداً، وأكدت إن هي اللي هتعلن عن اسمه قريب. أسماء هي صحفية ومذيعة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية، درست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، واشتغلت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من اللقاءات التلفزيونية. بدأت مسيرتها ببرنامجين صغيرين، لكن للأسف ما حققوش النجاح اللي كانت بتتمناه، لكنها قالت إنها كانت بتتعلم من البرامج الصغيرة دي. واحد من البرامج دي كان على قناة صدى البلد، وهو برنامج العيد أحلى. بعد فترة اتنقلت لقناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021، وهناك طاقة القدر اتفتحت ليها، وقدمت برنامجها الشهير حبر سري اللي كانت بتستضيف فيه مجموعة كبيرة من النجوم، واللي كان عامل صدى كبير في كل حتة في مصر بسبب التصريحات الجريئة والمشاكل اللي كان بيعرضها الضيوف، وعشان كده البرنامج حقق نسبة مشاهدات عالية جدا. للعلم هي دلوقتي بتصور الموسم 7 من البرنامج، لكن في توقعات بتقول ان الموسم ده هيبقى اقوى من كل المواسم اللي فاتت، والضيوف اللي كانت هتستضيفهم هيكونوا مفاجأة كبيرة جدا. أسماء طول عمرها عايشة حياتها بعيد عن الأضواء والسوشيال ميديا، وللعلم هي كانت مخطوبة للمطرب موسى، والخطوبة دي تمت في سبتمبر 2022 في حفلة عائلية جمعت الأهل والأصدقاء. استمرت الخطوبة لمدة 11 شهر، لكن حصل خلافات بين الاتنين وبعدها قرروا انهم ينفصلوا. كتبت أسماء بوست على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي كل شيء اسمه ونصيب، تم الانفصال بيني وبين موسى، هو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع. الجمهور قاعد مستني لحد ما يعرف هو مين زوج الإعلامية أسماء، الرجل الغامض اللي مش راضية لحد دلوقتي تعلن عن اسمه. بس السؤال دلوقتي، هي ليه مش عايزة تعرف الجمهور هو مين جوزها؟ الوحيد اللي يعرف إجابة السؤال ده هي أسماء نفسها. خلينا نشوف الأيام اللي جاية مخبية إيه، ولو أنتم عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.